شو بتقول الأفلاك لمواليد الحمل بشهر تموز جولاي يوليو 2022 بالنسبة للشؤون العاطفية؟ عزيزي، بتخيم الرومانسية على حياتك ويمكن كتار يسعوا لفعل المستحيل لإرضائك بهالشهر. الفترة الأولى من الشهر وتحديدا بين 1 و18 بتكون زاهرة بالأمل حتى ولو ما لقيت الشريك اللي بتحلم فيه. هالشهر بيحمل لك الحب، بيحمل لك اللقاءات العذبة، بيحمل لك سحر بتمارسه لا يضاهى، وانت تحسن في الإغواء ويمكن تسمع بوح بالحب بين 21. الرومانسية اللي بتخيم على حياتك بتكون مهمة جدا، بتكسب ود أحد الأشخاص وفي مشاعر جديدة بتسعدك وبتولد بها الشهر بالذات. لا شك أنك تقبل على تغيير، لبل على انقلاب بالنص الأول. يمكن تعيد النظر بعلاقة، باتصال، ببعض الروابط وبتحسم أمرك أو بتنتقل إلى جديد. بتشوف المطلوب وبلمحة بصر رح تلاقيها المطلوب. بس بدي قلك أنه بالنص الثاني من الشهر وتحديداً بعد النص الثاني، يعني اعتبارا من تاريخ 20، بتواجه أزمة شخصية أو عاطفية على أثر لقاء أو شجار أو نقاش عاصف أو تطورات ما كانت بالبال، إلا أنه جديد بيولد بأواخر الشهر من جديد مع قمر يوم 22 بالأسد، قمر جديد بالأسد ويلي بيرجع إلى قلبك الحماسي، وجوبيتر ببرجك بيحميك من المخاطر وبيجلب لك الحظ بكل مناسبة أو ظرف، أو تنقول جوبيتر بيسوي الأوضاع حتى ولو مرقت بفترة مش كتير جيدة أو مش كتير مريحة، بتشوف أنه بترجع الأمور بتتسوى تلقائياً. لابد أن نشير إلى أنك بتصادف الحب بمجال أدبي، ثقافي، تربوي، إعلامي، كما أنك بتحقق أرباح بهالمجالات، خاصة إذا كنت عم تشتغل بمجال البيع والترويج والتجارة. بتلاقي الحب بمحيطك هون أو أثناء مشاركتك مثلا بمحاضرة أو مؤتمر أو لقاء ثقافي، وهالشي بالنصف الأول. بالنص الثاني شو بيصير؟ يمكن تلاقي الحب عبر الاتصالات العائلية واللقاءات الاجتماعية، أو إذا كنت عم بتعالج مثلا مسألة عائلية. إن شاء الله تلاقي اللي بدك إياه وقت اللي بدك.